كلنا بنعرف أهمية دور الأم ببناء المجتمع الصالح ودورها الكبير برعاية أولادها والاهتمام ببيتها وبعملها. مامز وورد بيهتم حصرياً بالأم وبيساعدها على توفير كل ما بيلزم إلها ولأولادها. لينا، خلينا نخبر العالم أكثر عن حالك. لينا خليل، أنا الأصل عراقية بس I grew up تربيت في لندن وصلي عايشة بالخليج 8 سنين. لينا، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ هي تجربة الأمومة كانت أصعب تجربة شخصية مرأت فيها، وبنتي الكبيرة يعني عن حقيقة تعلمت كتير عايدها، وكان كل منتج أو كل حلول ألاقيها عشان يحسن هاي التجربة، يعني ألاقيه كأنه أحسن شيء بالدنيا، فإنه أشارك هاي التجربة مع أمهات تانين وأحسن العلاقة مع أطفالهم من خلال إنه بنخلق وقت. وأنا لما نقلت على الخليج لقيت إنه حتى الشخص اللي ما بقرأ إنجليزي وثقافته عربية كأم بصير كتير صعب إنه تشيل المنتجات الصح لطفلك. فاليوم الموقع كل المنتجات 120 ألف منتج مترجم للغة العربية وفيه فيديوهات توضيحية عشان تساعد الأم تعمل القرارات الشرائية الصح لأطفالها. نحن بنعرف انه لوازم الاطفال صنع منا اكثر من شركه، فهل انتم بتعرضوا على تطبيقكم وعلى الويب سايت كل الشركات ام في حصريه معينه؟ احنا كل اسبوع بنزيد 20 ماركه عالميه على الموقع. اليوم عندنا 1600 ماركه عالميه على الموقع، وبتضم كل شيء من الاكل والشرب والمستلزمات الاكل، مستلزمات السفر والعربيات. شو اللي فينا نقول انه بغير اكثر شيء الام تستعمل موقعكم بدل ما تروح تتسوق؟ لا، هو في كثير، يا حرام، يعني انا بقول الوحده لما تكون ام جديده الوقت مش وقتها، واي شيء بيساعدها انه تربح وقت وتربح راحتها حتستعمله. احنا بنوصل للبيت، وعن قريب ان شاء الله حنوصل للامهات بالامارات وبالسعوديه بنفس اليوم. لينا، شو نوع النصائح اللي بتقدموها على الموقع وقد ايه حدودها؟ ممزود عندها مدونه فيها العديد من القصص والنصائح والمعلومات المفيده للام. هذا الجزء الجديد من حياتها، لانه كل سنه بيكبر فيها طفلك انت عم تتعلمي شيء جديد تماما، فحلو انه يكون عندك كل المعلومات في مدونه واحده، وكمان ممكن تستعملي المنتجات اللي انت بتحتاجيها في نفس الوقت. بس تعطوا نصيحة وأفكار على الموقع بيتوجب يكون عندكم مراجع مسؤولة ومحترفة، صحيح؟ مين مرجعكم؟ عندنا دكاترة أطفال، عندنا مستوصفات متخصصة مش بس بصحة الطفل، بس صحة العيلة النفسية والجسمية. إذا حبت أم خلينا نقول تتبضع عبر الويب سايت أو التطبيق، كيف بتتم العملية؟ في عندنا قسم خدمة العملاء بتحدثوا بالعربية، وفي عندنا حنان من الفريق إن شاء الله حتفرجيكي كيف بالضبط بالتفصيل كيف يقوم كيفية الشراء. حنان، إذا حبت أم تشتري أو تتصفح عبر الموقع كيف بتم الموضوع؟ هي فيها طبعاً الموضوع سهل جداً، مش صعب خالص. فيها أنها تدخل على الموقع بتاعنا تشوف المنتجات كلها وتتصفح كل الكاتيجوري اللي عندنا في الموقع. لو حبت أنها تعمل شراء لأي منتج عندنا بتروح تعمل حساب ليها على الموقع وتسجل بالإيميل وكل بياناتها الموجودة في العنوان وكل حاجة، بعدين تدخل على الموقع وبتختار المنتج اللي هي عايزة. مثلاً كسبيل المثال أنه في عندك المنتج بيعرض هنا عندك الحاجات اللي هي وصلة جديدة على الموقع مامز وورد من خلال الإعلان اللي تطلع هنا عندنا، وبعدين بيجي عندك الأفضل 10 منتجات الحاصلة على جوائز عالمية. في كذا منتج، يعني مثلا فور اكزامبل لو احنا رحنا على عربات الأطفال، اوكي، في عندك تو اوبشن، يا اما اللي هي المفرد او اللي هو التوأم. لو احنا مثلا رحنا للعربة التوأم، اوكي تمام، بيطلع لك المنتج بالصور بكل الحاجات اللي هي البوزيشن والأوضاع للعربة ازاي الأم تستعملها، بيجي لك بعد كده وصف المنتج بكل البيانات بتاعته، بكل حتى أيام الشحن إمتى للدول الشرق الأوسط أو لداخل الإمارات، وفي عندك سياسة الإرجاع وفي العمر المناسب لكل منتج. تمام، بعد ما هي بتقرأ كل المنتجات الخاصة بوصف المنتج بتروح على أضيفي إلى العربة. طبعا بعد ما تحط التسجيل وتسجل، بعد ما تضيفه على العربة أوريدي بيجي لها إنه انها حابه تتابع تسوق انها تضيف منتجات تانية او انها
تخلص عمليه الشراء وتكمل الدفع. دلوقتي احنا هنعمل عمليه اتمام الشراء، تمام؟ تدوس على اتمام عمليه الشراء، بيجي لها البيانات، تمام؟ طبعا كل واحده بتعمل تسجيل على الموقع مامز وورد كاول مره تعمل طلب على الموقع بيجي لها فاوتشر على الايميل بقيمه 50 درهم كخصم، تمام؟ الكود ده فيها تحطه هنا اهوت، ان الكود بيوصلها تحطه على المكان ده، تمام؟ طبعا بيجي لي كل البيانات، المنتج، السعر، التوتال وكل حاجه، تمام؟ بعدين تدوسي على استمري. اوكي، بيجي لك بقى كل البيانات، لازم طبعا تحط الاسم، الاسم واسم العائله والبلد والمدينه والعنوان وكل شيء، كل البيانات. بعدين بيجي لها طريقه الدفع، في عن طريق تدفع عن طريق الدفع عند الاستلام او عن طريق ثلاث اوبشن ثانيين، اما عن طريق الكريدت كارد بطاقه ائتمان او البوينتس او عن طريق الباي بال بس. وبعدين بتعمل البيانات كلها الطريقه اللي هي حابه تعملها، بيجي لها بقيه اللي هي التوتال قد ايه بالشحن بكل شيء، تعمل انه اشتري الان. وكمان على الموقع فيها هي حتى لو حابه تختار شغله هي مخصوصه فيها تنبش بالزبط عليها. هي طبعاً فيها طبعا في كاتيجوري سيرش، فيها كاتيجوري بالظبط، في عندك كاتيجوري هنا بالحاجات كل اللي هي كل منتج وايه هي بالاعمار واللي هي المنتجات على حسب التصنيف او الفلتر بيكون ليها خاص انها تختار هي عايزاه. ولو في مثلا انه ليها عندها وسيله تانية، لو مثلا مش لاقي المنتج او انها مش عارفه تلاقي المنتج المناسب لابنها، في عندنا كمان الدردشه، انها ممكن تدردش مع الكاستمر سيرفيس اونلاين بيساعدوها في تختار المنتج اللي مناسب فيها. تطرح اي سؤال بالضبط، اي سؤال بالضبط، مزبوط. إذا بدنا نحكي عنك، شو أكثر التحديات اللي واجهتيها خلال تأسيس مامز وورد؟ تحدي النجاح تحدي لحاله، كل ما تكبر الشركة في تحديات جديدة، بس تضاريس الشرق الأوسط وعدد الدول ونقل المنتجات من دولة لدولة دائما بيكون أكبر تحدي لإلنا. شو بتنصح هدول الأشخاص اللي بعدهم شوي خايفين؟ هو المفروض تبدو، هو البداية حتى لو الواحد ما نجح، بس إنه يبدأ ويتعلم ودائما يسأل. دبي هدف كتير مهم لفكرة مثل فكرتكم، شو السبب وراءه؟ لأنه موقع دبي كتير استراتيجي، فكل الأفكار المبتكرة اللي بتجي من الشرق أو الغرب تجتمع بدبي. شكراً دينا. مهم كتير توفير الحماية والرعاية الصالحة لأولادنا، ومن واجباتنا تأمين المساعدة للأم لإنجاز مسؤولياتها برياحة. مامز وورد موقع بأمن الرفاهية للولد والأم من خلال تأمين كل ما بيلزمون من نصائح وحاجيات بكافة تفاصيلها. عصر السرعة والتقنيات الموضوعة تحت تصرفنا عملت تغيير واضح بطريقة نقل الخبر أو الحدث يلي كان عادة متكل على النص الكتابي. راب أب عبارة عن إمكانية تسجيل صوتي متطور بيساعدنا على تسجيل كل ما يمكن حدوثه خلال أحداث أو اجتماعات مهمة يمكن نكون بحاجة إلى لاحقاً. كبرت بأمريكا بواشنطن دي سي، ونقلت على دبي من شي 10 سنين، وبعدين بلشت راب أب من سنتين. رامي، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة أم الأبليكيشن؟ هي كانت فكرة اجتني باجتماع، وزبون قال شي مهم، وشفت كل الناس اللي كانوا عم يسمعوا الزبون بلشوا يكتبوا وبطلوا عم يسمعوا شو عم يقول، وهي أهم شيء تكون أنت present مع الزبون. يعني شو اللي بيميز هيدا التطبيق عن غيره من التطبيقات، وكيف تقدروا تشدوا العالم أكثر؟ هي إذا نبشت على أي كلمة حدا قاله بالاجتماع فيني لاقيها وأسمعها وأعرف شو كان الموضوع من نفس الوقت إذا كان 6 أشهر من بعد الاجتماع. رامي، الكتابة لنقل الخبر مش أضمن من تسجيل الصوتي، خاصة إذا هيدا التطبيق أنا نسيت يمكن سجل، أكبس إنه ستارت أو صار في عطل خلال الاجتماع.
حسب الشخص. أنا شخصياً مثلاً ما بعرف أقرأ الكتاب اللي أنا بكتبه، وما عم بعرف أسمع شو عم بيقول الواحد، وبنفس الوقت أكتب كل شيء اللي عم بيقوله. فهي الابليكيشن بتسهل الموضوع، فأنا كشخص فيني ركز أكثر عن الحكي هي نفسياً، وعارف إنه الابليكيشن حتسجل كل شيء مشان النوتس. رامي، كيف تشتغل الابليكيشن؟ فيك تبجل تسجيل من الريكوردينج هي أو من الكالندر. فإذا بلش من الكالندر بكبس ريكورد and it begins to transcribe everything that I'm saying in real time. So every single word is coming up exactly on the screen as I'm saying it. So the first way I can take a note is by saying the words, take a note. And this brings up a notepad where I can write out all of the important things that I want to say, and it gets added to the summary. If you're speaking and I don't want to interrupt you, I can just press a button and it'll basically capture that moment as well. Nice. When I'm done, I hit the stop button. I can save it. And I can say how many speakers were speaking in the meeting. So in this one, there's two speakers. So I can run speaker identification. Now all of these become notes that I can share in different applications. I can send it via email, or I can go to Slack, or even on Facebook, Twitter, whatever I want. And it will go with a playback link, so anyone can play back the meeting. Okay, يعني أنا عندي الأوبشن يا أقرأ كله ككتابة، يا أسمع وأقري، يا أقول للتطبيق إنه أنا بدي أهم النقاط ذكرت. وكمان في كمان غير اوبشن في السيستم يعطيك الريزلتس بيكونوا سمارت هايلايتس. اوكي رامي، قلت لي غير على التليفون فينا نستعمل التطبيق عبر اللابتوب كمان. نعم، لانه هي التسجيل بتكون على الكلاود، فانا كل الاوديو اللي انا سجلته على التليفون فيني العب نفس الميتنج الاجتماع على الكلاود. وعلى الويب بيطلع لي اكثر فانكشناليتي اكيد. فبالنسبة للسبيكر مثلاً، هون بالترانسكريب بيطلع لي كل واحد حكى شيء وفيني شوف مين حكى. أوكي، يعني كيف صارت الكونفرسيشن؟ أنا حكيت، أنت حكيت، رجع حدا تاني تحكي. فهون في واحدة اسمها بيرجيت حكت هون، فيني كمان أكبس وكمان أنا حكيت من بعدها. فبكل كل مرة حدا حكى بيطلع له الاسم حد التكست. بس بتكون انت اوريدي مسجل الاسم؟ انا سجلت على الاسم على الابلكيشن. ايه، لانه انا حطيت الاسم هون، سمعت انه هيدي هي الكاستمر. كمان فينا نسجل ميتينجز اللي صاروا اونلاين، فانا بروح على الكالندر وبلاقي كل الايفنتس اللي عندهم دايل ان انفورميشن. شو يعني دايل ان؟ يعني عندهم نمره اللي حدا فيهم يتصل فيه مشان يكون بالاجتماع. هلا صارت الاجتماع بالتكنولوجيا اونلاين، فهون بيعملوا اوتو سمرايزيشن ونحن بنحاول نعمل كابتشرينج للاجتماع بالاونلاين. هل في عندكم تحكم بالتطبيق لدرجه انه تقدروا تعرفوا مضمون التسجيل عن شخص ثاني؟ لما بتكون على الكلاود وبتعمل ابلود هي بتكون انكريبتد. شو يعني؟ يعني الشخص هو نفسه بس فيه يسمع التسجيل ويقدر يقرر إذا بده يشارك ناس ويعطي التسجيل لغيره، فيه يعمل شيرينج لهالتسجيل. فكرة التسجيل الصوتي مثل ما بنعرف منها شيء جديد، بس شو اللي أكتر شيء رح يميزكن عن غيركن؟ واللي بيميزنا بيكون هي التحويل من الصوت للمكتوب، ومن هالمكتوب فينا نعمل كذا قصص. وين بتشوف راب اب بعد سنة، بعد 5 سنين، أم بعد 10 سنين من اليوم؟ بدنا نكون بكل العالم. هلأ صار في يوزرز وشخص بأمريكا، بإنجلترا، بالإمارات عم بيستعملوا الابليكيشن، بس كله بالإنجليزي. بنحب نحاول لغير لغة. رامي، ليش اخترتوا دبي لحتى تبلشوا منها؟ لأنه دبي هي بتكون بزنس هاب كتير مهمة، ولقيت الكو فاوندرز تبعولي هون، فعملنا الابليكيشن مشان الاجتماعات وحاولنا نبيعها بدبي اول شيء وبعدين للعالم الكل. شو غير تحديات واجهتك غير انه تلاقي الفريق لحتى تقدر تبلش بهيدا التطبيق؟ يعني اكيد اول شيء بيكون الفكره هي نفسيا لازم تكون حلوه، ومن بعدها لازم تجرب انت كشخص
تحاول تشوف كيف تكبر هالفكرة من فكرة لبزنس. رامي، شو أكثر أسس النجاح اللي أثرت فيك خلال إنشاء راب أب؟ أول شيء كان الكومبيتيشن، الهاكاثون، هي اللي اجتمعنا أول مرة مع الكوفاوندرز وعملنا أبليكيشن بين 24 ساعة يلي نجحنا الكومبيتيشن وربحنا الكومبيتيشن. كنا أب أوف ذا داي بعشرين بلد بالعالم كله، فراب أب كان أب أوف ذا داي بالأب ستور، فهيدي كانت كتير مهمة إلنا. Good luck رامي و thank you إلك. Thank you. ما غلط يلي قال صرنا بعصر الصوت والصورة، فالصوت عنصر مهم لنقل جو الأحاديث والاجتماعات المهمة. راب أب ومن خلال تطبيقها عملت قيمة للصوت وزادت بسرعة نقل الخبر وتوثيقه بشكل أفضل. كلنا منواجه يومياً هم ركن السيارة نظراً لضيق المساحات، خاصة بالأماكن والعواصم المعروفة يلي بتعاني من ازدحام سكاني كبير. نستر تطبيق فريد من نوعه، فينا من خلاله تأمين أجار الموقف الخاص فينا خلال غيابنا كاستثمار ذكي، كما بتساعد يلي بحاجة إلى ركن سيارته بوقت من الصعب إيجاد الموقف المناسب. I came in Dubai in 2010, which is like 8 years ago. I was working for a construction company, and I resigned after 6 months to start a parking integration company. And I joined with my co-founder last year to start Nestor Venture. Nicolas, شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ So parking is a universal problem. At some point in our life, we all faced parking issues. It seemed that we are all lacking of parking space, but if you look around, there are so many unused parking, private parkings. When people go to work during the day, their residential parking are empty, and vice versa in the evening for office buildings. So by creating Nestor, we are trying to connect all these private parkings with people who need it through an application. And this is where the idea came. وهل لقيتوا تجاوب سريع من أصحاب المواقف أو كان شوي صعب الموضوع؟ Everybody is see a parking an opportunity, one to make extra revenues, which seems to attract a lot of people. And on the other side, for users, an easy way to find parking at their destination. خلينا نشوف كيف تشتغل الابليكيشن، يعني صاحب الموقف كيف بيقدر يحط انه الموقف عنده فاضي، وكيف اللي حابب يصف سيارته كيف معقول يلاقي باركينج. Okay, so you open the application. So as an I'm already signed up on the application, but you need to create your account which is as a phone verification. So you will receive a code that you have by SMS that you need to type. So here I'm already logged in. Okay. This is my name. So now, as a, let's say you are a parking owner and you want to add your parking, and your building is already equipped with Nestor. So you add your parking, you will be provided with a code, which is provided by your building. So to make sure that nobody else rent your own parking, okay. So to make sure that the parking belongs to you. So this is, let's say, this is your building. So you confirm. This is your parking details. You say, yes, it's my parking. That's it. Now you have access to your own parking from your mobile. You don't need to use remote or access control or access cards anymore. So whenever you reach your building, you just press access and it will automatically connect to the barrier. And you press open and it will open. Same way a remote control would do. Okay. So now as a parking owner, you can put your parking for rent when you are not using it. Let's use it. So now your parking will be available for rent.
let's say we set the hourly rate at 10 dirham an hour. So now it's time for me to add my parking slots. So this is just a quick tutorial on how to do things. So let's say my parking is free on a Sunday, you know, a Sunday, and I have a meeting from 1 to 5. So my parking is free from 1 to 5. Okay. So on Sunday from 1 to 5, my parking will be free. So I add it. إذا الواحد بده يستأجر هلا هيدا الموقف. If you want to rent, you find parking and they say we want to go to Aranco Tower. Okay. I will find which parking are available for my time range. So they say I'm looking for a parking in the coming hour on the 25th. So I can change the time. I can pick on the 26th. I can pick which time in the morning, let's say from 8 a.m. to 10 a.m. I have a 2 hours meeting. So now there is one parking available. Mm. So I click details. So I see that it's 5 dirham for the hour that I defined, and the daily rate is 30 dirham. I decide to book this one. And this is my plate number, the parking I'm going to park from the day until the time. 1 hour, total of 5 dirham. So I pay now. This is that you take from my wallet. وإذا حبيت cancel? Yes, I can cancel. But you have to cancel before 24 hours. Mm. Otherwise, it's chargeable. If you cancel within in the last 24 hours, it's not possible. Okay. Here is a wallet. You can top up from different amounts. So same way, if I put my parking for rent, it will be credited in the earning section. Mm-hmm. Whenever you want to go to your parking, you can click on directions and it will take you exactly to the parking, the building entrance. So this is our current location and it will guide you to where our parking is. And once we reach, we press access and we'll be able to access our parking. Okay. في كتير أشخاص وشباب عندهم أفكار بس خايفين يبلشوا. أنت شو بتنصح هيدا الأشخاص لحتى يكون عندهم الجرأة ويبلشوا؟ The main challenge is to be able to focus and achieve task by task in order to aim for the bigger picture. The startup scene is quite connected and quite everybody is willing to help each other. So if you fear doing it on your own, just ask advice, reach out to somebody who did it before, or just join any workshop sessions, or just speak to people and connect. And you will find out that the support is there and it's not scary, and there are tools to help you achieve your dreams. نيكولا, شو أكثر قصص نجاح قطعت فيها أثرت فيك خلال كل هيدي الفترة؟ The first time we went public with our idea and our project was at STEP conference. Where we actually won the seed stage pitch competition, and it was quite overwhelming to see the response from a project that we had got we were working on our side, and to give it to expose it to other people and get their feedback. And we got the top 10 in the Create Cloud Alibaba Cloud contest. وإن شاء الله بتقدم دايم. مرسي نيكولا. مرسي. المساحات لا شك انه عم بتضيق فينا, وايجاد حل لصغر المسافات اصبح مهمه صعبه. نستر تطبيق بيستغل المساحات الفارغه لوضعها بتصرفنا اثناء العمل, كما بيامن مدخول لاصحابها احسن ما تترك من دون اي فايده.
في أحلى من إدخال الفرحة على قلوب يلي منحبهم من خلال هدية لمناسبتهم السعيدة. يوغاري جيفت موقع بيساعد على اختيار الهدية الأنسب لتبقى ذكرى جميلة بكل مناسبة سعيدة. جيت بال 1987 بلشت بأبو ظبي وضليت هلا لهون يعني صار لي 30 سنة. بلشنا بأول عمل لنا ستارت اب كان اسمه ليمون.com اللي هو بازال قائم عمره 6 سنين 7 سنين. وبعدين عملنا راوند منيو اكوايرد صار اكويزيشن مع كريم.com. كنا عملنا بال 2013 يوغاريجيفت.com انا وحسين. طب عبد، من وين اجتك الفكره انت وشريكك حسين؟ هل قطعتوا بتجربه شخصيه اثرت فيكم ام مجرد فكره بزنس؟ الفكره اجت كنا قاعدين وكان عنده عيد ميلاد للي طلبت، قال حطونا عند تودز، بتذكر انه بدنا نروح عند تودز نحط لها مصاري، بدها تشتري جفت وحده. من هيدا الوقت انه مين بده يروح يحط للثاني، وكان في عجقه السير وتروحي على المول يمكن ما يكون عندك ولا وقت تحطي وما في وقت. من وقتها بلش يفكر فيها نشوف اذا بتصير. طلع الجيفت كارد، طلع الودينج ليست، طلع يو جاتا جيفت، يعني الحاجه. اوكي، خلينا نحكي اكثر عن الويب سايت. لكن عبد، اوكي حنحكي عن الويب سايت مثل ما قلت، بس انه وضح في ويب سايت وفي الاب. هلا اول شيء ايزي، بتفوتي بتعملي لوج ان، بتعملي اكونت ثرو فيسبوك او بتدخل الاكونت تبعك انت، بتروحي بتقولي وين انا بدي ابعت الهديه، عندك انديا، عندك السعوديه، بحرين، عمان، لبنان، بتنقي البلد. خلينا ننقي اليو اي اي، الامارات. اوكي، ما باي اي جيفت كارد، وي باي، بننزل على الاي جيفت كارد. مثل ما شايفه عندي كل الجيفت كاردز، هذا الجيفت كارد اللي هو وين ما اخذتيه على كل هيدا ستور بيمشي، يعني وان فور اول. اوكي، واذا بدك سيرتن براند فيكي كمان تبعتي سيرتن براند، مثل مثلا نايكي، مثل لولو، مثل سنتر بوينت، يا سنتر بوينت، يا لوكاس، ريل سينما. فيك تفوتي على ماجد الفوتيم، في سبا، في يعني as you see كل البارتنرز معنا، كل البارتنرز معنا. يعني عندك جيفت كاردز، let's say نحنا هلا بدنا ننقي جيفت كارد لكل المطارح، ناخذ يو جاري جيفت كارد. بنفوت على، بقول لك هون اذا بتنتبهي جيفت ثوتس، فيك تروحي وين ما بدك على هيدا. وبعدين عندك ريدمشن ديتيلز، تقري كيف تعملي ريدمشن. هيدا فاليد فور 12 شهر. حلو، سنة. سنة. الريتيلرز بقول لك أي ريتيلرز فيك أنت تروحي وتاخذي هذا تستفيدي منه، موجودين كلهم. بتحطي بتقولي أوكي فاين، أنا باخذ هذا الجيفت كارد، بحط المبلغ اللي بدي إياه. ليتس ساي فيك تحطي 1000، فيك تحطي تحددي أنت 3000 مثلا درهم. بتعملي مثلا انت اليوم بدك، في عندك gift a friend، birthday، valentine، نحن عنا على valentine كتير بيستخدموه، او عندك thank you، او baby shower، او عيد، كل الاعياد موجودة عندك وفيك تنقيها. نحن نقينا الجيفت كارد مثلا بدنا نقول thank you لران. اوكي، بننقي الكارد تو سي ثانك يو، ليتس سي كثير حلو. ايه، بتنقي الديزاين اللي بدك، مثل ما شايفه هون بتروحي بالارو بتشوفي كل الديزاينر، يو اديتد، بتكتبي ثانك يو ران. اوكي، اوكي فور فيزيتينج يو جيت ا جيفت. بعدين بنقول بدنا نحط ل ران صوره مثلا بنذكرها انه كانت بالمكتب عنا، اخذنا صوره فينا ننزلها، او فينا نعمل فيديو. فينا هلا انا وياك نصور فيديو بنقول start recording، thank you ran for coming to us، thank you لكم. اوكي، and this من بعدها بتقولي send by sms او email، وبتنقي انت immediately، today، tomorrow، day after tomorrow، specify day، او you can print it at home. بيطلع مثل ما شايفتي على البرينتر، يعني فيكي قبل بوقت بتحضري كل الاعياد وكل الدايس، ما بتنسي ولا حدا. اوكي، بعدين يو كونتينيو، هلا يو كان كونتينيو از ا جيست اذا ما عامله لوج ان، او اند يو بروسيد فور تشيك اوت. البيمنت عندك اول اوبشنز اوف بيمنت، فيزا، ماستر كارد، امكس، اول سكيور، وذاتس ات. وبيجي هون بعد لي شو ديتيلز اللي انا بعد لك تو كونفيرم. مزبوط، وانس يو كونفيرم الجيفت بتروح. هلا لما تروح الجيفت بالايميل او بالاس ام اس، حيجيكي انت كمان ايميل لانك بعتت الجيفت، امتى انفتح الجيفت، وبس تا يروح يعمل ريدمشن باي محل بيجيكي نوتس انه عبد ريديمت يور جيفت كارد.
انتوا كيف بتقدروا تستفيدوا ماديا من هذا الموضوع؟ نحن بنستفيد ماديا من الريتيلرز، من التجار، من المحلات. يعني اذا نحن اليوم بعنا نعمل مصاري، ما بعنا ما عم نعمل، هو ما عم بيحط شيء. نحن عم نعمل ادفرتايزنج، عم نعمل ماركتينج، وير بوشينج، عم ندفع للانترنت للعالم لهي تستعملها. عبد، وين بتشوفوا يو جارا جيفت بعد سنه، بعد 5 سنين او 10 سنين من اليوم؟ عم تكبر. اليوم نحن كنا بلشنا بالامارات، صار عندنا السعوديه، صار عندنا عمان، صار عندنا بحرين، صار عندنا لبنان، صار عندنا قطر، صار عندنا انديا، وفتنا على افريكا، وهلا عم نكبر لنفوت على اسكندنافيا. يعني صار حكي مع شركه برا بسويدن بستوكهولم، صار لهم 12 13 سنه بيعملوا فيزيكال جيفت كارد، وعم نشتغل معهم على توباك اندر تكنولوجي، ونصفي نحن وياهم يعني عم نكبرها. نحن بدنا اياها تكون بافري وير ان ذا وورلد. من خلال تجربتك والتحديات اللي قطعت فيها والنجاحات، شو بتنصح الاشخاص اللي عندهم فكره بس مترددين يبلشوا البزنس الخاصه فيهم؟ انا بقول شغله وحده، اول شيء امنوا بفكرتهم، اوكي، يعرضوها على الناس يلي هن بيوثقوا انه حيعطوهم الجواب الصحيح، ويسمعوا يتقبلوا انه اذا لا ها ما حتمشي، ايه ما حتمشي، روح زبطها، ما عندي شيء. ما حدا ما مرق بهيدي المرحله، بده يسمع، واذا بده يساوي هذا بده يتحدى كل عوائق يلي هي حتواجهه. ايام ما حينام، ايام حتسكر، ايام ما حيقدر يدفع الموظفين، بده يروح يدبر المصاري ليدفع للموظفين، بدها تمرق العمليه. ما في شيء بسهل، الشيء السهل بيروح بسهل. بما انه حكينا عن الفشل والتحديات، شو اكثر التحديات اللي واجهتكم خلال انشاء يو جارا جيفت؟ رفض الشركات الكبرى انها تسمع. نضلنا ايام، اول تليفون وثاني تليفون وثالث تليفون، ضلنا ايام 6 أشهر ناخذ اوكي انه تو ميت. في اشياء يعني بدها كثير مسابره، بدك ما توقفي وتقولي لا انا ارجع حاول. هيدول الاشياء اللي نحن كانت كتير صعب علينا، لأنه لو ما إجينا كل هالميرشنت كان ما في جيفت كارد. Good luck عبد، وميرسي على وقتك. شكرا لك كريم. ما في أجمل من إدخال الفرحة على قلوب يلي منحبهم من خلال هدية لمناسبتهم السعيدة. You got a gift موقع بيساعد على اختيار الهدية الأنسب لتبقى ذكرى جميلة بكل مناسبة سعيدة. تحضير الطعام أصبح فن مش كل الناس بتعرف أسراره، صار بده خبرة ونفس طيب. The Salad Jar فكرة ميزت حالها بفن تحضير السلطات على أنواعها بس بشكل غير عادي. I've been living in Dubai for 9 years now and before coming to Dubai I was teaching Pilates. So I've always been into fitness and into health. The salad jar is my creation of food the way I like to eat. So everything that's inside the jar was how I always cooked for my family. ليش بس اخترت السلطات مش شيء ثاني؟ I believe that if you're going to start a company that's based on food and you're good at one thing, you should focus on that. Sometimes if you go too far, you make it too wide, you lose the uniqueness of what it is. So I wanted to focus on salads. مثل ما منشوف بالجار منشوف طبقات، فهل هيدي الطبقات جاية على دراسة معينة أم بس شكليا؟ There is a technique for how we layer the salads. The dressing has to be on the bottom and then the heartiest veg or usually a grain or a lentil would be next. And then as the ingredients get lighter, it goes to the top. And there needs to be the right ingredient so that when you shake it, the salad has enough room to move around in the jar and be fully combined. So
when you open it, everything is mixed for you. هل فينا نقول إنه عندكم الفريق المخصص لحتى يقدر ينصحنا إنه هيدا السلاد عن جد صحية؟ Yes, we have an in-house nutritionist that works with me, and once I've created the recipe, she comes in and we just make sure that the protein and the carbohydrates and the salad is mixed properly. So we use really, we like to call them nutrient-dense vegetables and lentils. We use quinoa. One special thing about the salad jar is we don't use lettuce. Oh. So we want our salad to be a meal, not something you have on the side. Okay. So we really, really try to load it with as much superfoods as possible. So the salads come in two sizes like this. G's making the smaller size there, and this is the large. So there's large and small. There's large and regular, we call regular. It. Yeah, exactly. الكبير والحجم العادي. Exactly. Okay. And I think right now we have 15 different types of salads. So we have a very wide range so that our customers don't get bored. And just to keep it exciting, we try to introduce new salads about every 2 or 3 months. It depends on the season, maybe. What do you want to add? Exactly. Yeah. Seasonal, it depends on also what the trend is. Trend, exactly. Exactly. Yeah, so we're coming out in about 2 weeks with a soba salad. Uh-huh. And it's vegan, actually, because the demand for vegan has really, really started to increase. Yeah. Yeah, exactly. So only at the same day, the next day, new salads. Exactly. Always, and new vegetables. Yes, 24 hours is the lifespan of the salad. So they get made essentially to the store, and then in the mornings the salads made are for the day orders that we do from the kitchen. Yeah, but the person, when he receives the order, he can keep it in his fridge like for longer days? The salads, for sure, for 24 hours, but actually after 2 days, they are just as good. This is the only dry items, actually the only items in the whole kitchen. Okay. So everything, the dressings are made by us. We don't use anything from a bottle. We mm-hmm. cook all the beans ourselves. Mm-hmm. So really all you see here is the apple cider vinegar, you know, a little bit of maple syrup, the spices, but really we don't have a lot of on the shelf items. And secret stuff. A little bit of secret stuff in there. There's some secret recipes yeah, in there for sure. لكن دانيال إذا أنا هلأ أحب أطلب سلاد لإلي على الأبليكيشن كيف بتصير العملية؟ So the app is super easy to use and our customers really enjoy the ease of it. I'll tell you about it in my office. أكيد. So it's quite simple. Mm-hmm. You download the Salad Jar app, you fill in your profile. You have a choice for two addresses, so your home and your office. It comes up like this. You just scroll to see the salads. If you want to look at the salad, you hit the picture. Okay. All of the ingredients are there and all the nutritional value is there for you. Wow. So if you want to order the chicken mix, you just hit one salad, check out. You can write a note here, no chilies. Choose your delivery slot. And then you can order now. Okay? وإذا أنا بدي أشيل ingredients أم زيد ingredients فيه كمان من وراء الابليكيشن؟ Absolutely. There's an add note button. You can just add tomato and it will be there for you. Thank you. No problem. دانيال مين جاوب معكم أكثر؟ هل طلبات للمنازل أم لمكاتب العمل؟ I have to say that it's pretty much even. Lots of home deliveries. Lots of teachers. We have a huge amount of teachers that order. And even now, I see it really going towards, like, teenagers are loving it. So I would say that our customer base is quite large. دانيال, وين بتشوفي the salad jar بعد سنة, بعد 5 سنين, أو 10 سنين كمان؟ I think this year for us is all about corporate growth, and we're really excited about our partnership with Spinneys and Waitrose. So we'll really spend this year flourishing that relationship and growing the customer base, and then definitely into franchising through GCC and taking it back home to Vancouver and having a head office there, definitely. من وراء الخبرة اللي اكتسبتيها, شو بتقدر تعطي نصيحة للأشخاص اللي عندهم أفكار ليأسسوا شركتهم الخاصة بس بعد ما بلشوا؟ So patience is number one. And if you don't have passion, the patience is very hard. Growing any new business, it takes time, and you have to believe, and you have to be in it for the long run. There's no shortcuts.
There's no short path. It is what it is. You have to persevere, have patience, and believe in your product. دانيال, مين بيطلع بأفكار أسامي كل سلاد؟ When I'm making the salad, I just get an inspiration of what it should be called, and I try to keep it. I try to make it extremely catchy, so people always remember, you know, sweet beet or mango tango. Thank you, Danielle, and good luck. Thank you. ما بتكمل طاولة الأكل من دون سلطة محضرة بشكل مميز. The Salad Jar بتحاول تطلع بأفكار جديدة لتحضير السلطات على اختلاف أنواعها ولجميع الأذواق.